مرحبا بكم وإلى نشرة الأخبار. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة ميشال عون بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا للجمهورية اللبنانية، وعبر سموه عن تمنياته لفخامة الرئيس اللبناني بالتوفيق والسداد في مهمته واللبنان الشقيق الاستقرار والازدهار. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس اللبناني. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تصاميم مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل، والذي من المخطط له أن يصل إلى كوكب المريخ بحلول العام 2021 بتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني 50. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى مركز محمد بن راشد للفضاء، وقد رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في الزيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء والمشرف العام على جميع مشاريعه وخططه الاستراتيجية والتطويرية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، واسم الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي. حيث افتتح سموه أيضاً المرحلة الثانية من المبنى المخصص لتصنيع وتجميع وتركيب الأقمار الصناعية في دولة الإمارات، والذي يستطيع احتضان عدة مشاريع فضائية في نفس الوقت. ووجه سموه ببدء مرحلة تصنيع النماذج الأولية للمسبار، والذي يعد الأول من نوعه عربياً وإسلامياً، لتكون دولة الإمارات من بين 9 دول فقط في العالم تطمح لاستكشاف المريخ. وقال سموه بهذه المناسبة إن طموحات دولة الإمارات هي الفضاء، ونستثمر في كوادرنا الوطنية لخلق إضافة للمعرفة البشرية حول كوكب المريخ، مضيفا سموه مسبار الأمل يمثل قفزة نوعية في مسيرة دولة الإمارات العلمية، وهو أول خطوة في العالم العربي نحو المساهمة في خدمة البشرية. افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للبترول اليوم المبنى الرئيسي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك ومجموعة شركاتها، والذي يقع على كورنيش أبو ظبي بجوار المبنى القديم للشركة. قام سموه بإدارة صمام لرأس بئر إيذانا بافتتاح المبنى الجديد المكون من 64 طابقا بارتفاع 342 مترا. بعدها تم عرض مادة فيلمية توضح رحلة النفط من البئر إلى المصفات لتكريره، ومن ثم استخدام مشتقاته في محطة لتوليد الكهرباء وانتقال الطاقة عبر الأسلاك لإنارة خريطة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تظهر مبنى أدنوك الجديد، والذي يعد أحدث إضافة إلى الأفق العمراني في سماء العاصمة أبوظبي. بعدها قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بجولة في المبنى الجديد الذي صمم بعناية لاستغلال مساحته الداخلية لتطوير بيئة العمل وتعزيز التفاعل والتواصل بين الموظفين، وتوفير مساحات للإبداع والابتكار، وتلبية الاحتياجات اليومية للموظفين والعناية بصحتهم. أبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ارتياحه للاستخدام العملي لمساحات المبنى، منوها سموه بضرورة الالتزام بثقافة العمل التي تركز على زيادة الإنتاجية والارتقاء بالأداء. رافق سموه خلال الجولة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي، وسمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لأبو ظبي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. كما حضر الافتتاح عدد من الوزراء والمسؤولين في قطاع النفط والطاقة، وعدد من مديري الإدارات وموظفي
أدنوك. أكد صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أكد أهمية البناء على الخبرات الكبيرة التي تم اكتسابها في قطاع الطاقة بغرض الاستثمار الأمثل لموارد النفط والغاز، معربا سموه عن ثقته بأن الخطط الاستراتيجية للقطاع الاقتصادي للدولة ستواصل دعم جهود التنمية التي تشهدها مسيرة الخير والعطاء والازدهار. أكد سموه أن دولة الإمارات رسخت مكانتها في قطاع الطاقة وعززت من خبراتها وقدراتها التي اكتسبتها في هذا القطاع، مثمنا سموه دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لتنويع مصادر الطاقة وتنميتها باعتبارها الدافع والمحرك لعجلة التنمية مع باقي المؤسسات الوطنية من خلال الاستثمار الأمثل لرأس المال البشري والموارد الطبيعية. جاء ذلك خلال ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اجتماع المجلس الأعلى للبترول في المبنى الجديد لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، والذي تم فيه اعتماد استراتيجية أدنوك 2030 والخطة الخمسية والموازنة التشغيلية لعام 2017، والتي تركز في استراتيجيتها الجديدة على مواصلة تحقيق النمو في قطاعات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والغاز والتكرير والبتروكيماويات. كما تناول الاجتماع التحضيرات التي تقوم بها أدنوك استعدادا لإقامة معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول إدبك 2016، والذي يعد الحدث الدولي الأبرز في قطاع النفط والغاز على مستوى منطقة الشرق الأوسط. حضر اجتماع المجلس الأعلى للبترول كل من سمو الشيخ زعب بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي، وسمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لأبو ظبي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي إسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها وعدد من المسؤولين في قطاع النفط والغاز. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع جابرييلا ميكيتي نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال سموه لنائبة رئيس الأرجنتين اليوم في العاصمة أبو ظبي، حيث تقوم بزيارة لدولة ضمن جولة لها في المنطقة. جرى أيضا خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين والاستفادة من الإمكانيات والفرص المشتركة وتوسيع الشراكات الاقتصادية وإتاحة الفرص أمام الاستثمارات المشتركة وتنويعها. كما تم التطرق إلى مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبها أعربت نائبة الرئيس الأرجنتينية عن سعادتها بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة وارتياحها لتطور العلاقات بين البلدين، مؤكدة اهتمام بلادها بتعزيز وتطوير آلية التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية. افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة فعالية دورة 35 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، والتي تقام في الفترة من 2 إلى 12 نوفمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة، وبمشاركة 1681 دار نشر من 60 دولة تحت شعار اقرأ أكثر. وقع صاحب السمو حاكم الشارقة خلال افتتاح المعرض النسخة الأولى من كتابه الجديد صراع القوى والتجارة في الخليج ما بين 1620 إلى 1820 والصادر عن منشورات القاسمي، والذي يعد مصدرا للباحثين عن تاريخ الأسر الحاكمة على ضفتي الخليج ومرجعا للباحثين بالاقتصاد والتجارة بالخليج في هذه الفترة الممتدة لنحو 200 عام.
أشار سموه إلى أن ريع الكتاب الجديد سيذهب لدعم مؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، والتي أطلقتها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي تزامناً مع اليوم العالمي للاجئين. وفي حديث تلفزيوني مع تلفزيون الشرقة، أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشرقة، أكد أن الخليج العربي بطبيعته التضاريسية وموقعه الجغرافي المتميز دفع الكثير من قوى الصراع خلال الفترة ما بين 1820 أو 1620 إلى 1820 لفرض سيطرتها على المنطقة في أول أمرها للحفاظ على تجارتها وتوفير الأمان الكافي لها، وتحول ذلك الدافع إلى أطمعان استعمارية وتدخلات بشأن سكان المنطقة. بيّن صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الحوار أهمية الخليج بالنسبة للتجارة من طرف وبالنسبة للتوسع الاستعماري والاحتلال من طرف آخر. وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة الأسباب التي دفعت تلك القوى المسيطرة على طريق التجارة من عدم استخدام البحر الأحمر والاستعاضة بالخليج العربي بدلا منها. تحدث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حول المرحلة التاريخية التي يتوقف عندها في كتابه الصادر حديثا صراع القوى والتجارة في الخليج 1620 إلى 1820. أشار سموه إلى أن الكتاب يمثل أطروحة أكاديمية نال عليها شهادة الدكتوراه من جامعة دورهام البريطانية، لافتا سموه إلى أن الجامعة توقفت عند حجم الجهد والأهمية المعرفية التي يمثلها الكتاب، حيث أمضى سموه قرابة 40 عاما في جمع وثائقه ومواده التاريخية. صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة تحدث خلال المقابلة عن الكثير من الأحداث التاريخية، مستفيضا سموه بالشرح عن حقبات مهمة جدا في تكوين حوض الخليج. أشاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بدور وزارة الثقافة وتنمية المعرفة وبجهود معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة في الارتقاء بالقطاع الثقافي والمعرفي في الدولة على المستويين المحلي والدولي، ومجهوداتهم تجاه مسؤوليتهم الثقافية والمجتمعية في كل أنحاء الدولة، والتي باتت واضحة من خلال العديد من المبادرات والفعاليات التي تهتم بها الوزارة. جاء ذلك خلال زيارة سموه جناح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب لهذا العام في دورته 35 يرافق معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان. واطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على معروضات جناح الوزارة وجديد الإنتاج الأدبي الموجه للكبار والأطفال من إصدارات وأبحاث وكتب وقصص ثقافية وتعليمية وترفيهية أيضا وموسوعات علمية سواء المطبوع منها أو الإلكتروني. استمع سموه أيضا إلى شرح عما يتضمنه الجناح من فعاليات وأنشطة. أيضا من جانبه أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بدور إمارة الشارقة الريادية في إثراء وتفعيل الحركة الثقافية من خلال ما يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من دعم مادي ومعنوي ورؤية شاملة لاحتضان الثقافة والاهتمام بالمثقفين العرب والاحتفاء بالمنتج الثقافي العربي بشكل خاص والأجنبي. وجه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان بتخصيص 5 مقاعد دراسية في الجامعة للطلبة السعوديين الحاصلين على الثانوية العامة في مدارس الدولة. يأتي ذلك ضمن شراكة الثقافية والأكاديمية والتعاون المشترك بين الملحقية الثقافية السعودية لدى الدولة والجهات الأكاديمية والجامعات في الدولة خاصة جامعة عجمان. وتقدم الدكتور صالح محمد الدوسري الملحق الثقافي السعودي خلال استقباله سعادة الدكتور خالد الخاجة مدير جامعة عجمان بالإنابة بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم عجمان على هذه اللفتة الأبوية الكريمة تجاه طلبة السعوديين. استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في ديوان صاحب السمو حاكم دبي صباح اليوم السيد عبد العزيز محمد حسن الحمادي
قنصل عام دولة قطر الشقيقة في دبي، والذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام منصبه الجديد في الدولة. رحب سموه بالقنصل القطري متمنيا له النجاح في مهام عمله لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. حضر اللقاء سعادة أحمد بن حميدان نائب مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وعدد من المسؤولين في دائرة التشريفات والضيافات في دبي. ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي صباح اليوم اجتماع المجلس الذي عقد بمقره في أبراج الإمارات، وذلك في إطار مناقشة عدد من السياسات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس والمديرين العموم الأعضاء في المجلس. استعرض أعضاء المجلس التنفيذي استراتيجية الصحة البيئية لإمارة دبي التي قدمتها بلدية دبي في ضوء نتائج التحليل المعتمدة من اللجنة القطاعية، حيث تضمن العرض أهم نتائج تحليل الوضع الحالي والمبادرات الاستراتيجية المقترحة وخطة العمل، بالإضافة إلى مؤشرات الأداء والموازنات المرصودة. من جانب آخر، اطلع أعضاء المجلس على سياسة تعزز موقع دبي كمركز عالمي لتجارة الذهب والمجوهرات، والذي عرضته مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، والتي تعمل أيضا على حوكمة القطاع وزيادة الفرصة للاستفادة منه لدعم الناتج المحلي للإمارة والدولة بشكل عام. شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القوين اليوم فعالية دورة الثالثة لملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي، والتي انطلقت أمس في قاعة الشيخ خليفة للمؤتمرات في الإمارة، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين. أوصى الملتقى بأهمية تحفيز وتأهيل الموارد البشرية المواطنة للانخراط في قطاع الصناعة وزيادة مساهمة العمالة المواطنة بالقطاع، مع ضرورة توطين التكنولوجيا وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير، كما أوصى بضرورة العمل على إنشاء نافذة تمويلية في شكل صندوق أو مصرف اتحادي لتمويل القطاع الصناعي، خاصة الصناعات المبتكرة ذات التكنولوجيا المتطورة، مع تخفيض تكاليف الإنتاج بالقطاع الصناعي وإصدار التشريعات اللازمة لتحفيز المستثمرين. ركزت جلسات الملتقى على أهمية مراعاة الأبعاد الثلاثة للقطاع الصناعي في الدولة، المتمثلة أيضاً في البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للاستثمار الصناعي لضمان استدامة القطاع الصناعي وتنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي. وفي ختام الملتقى كرم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القوين وزارة الاقتصاد وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية والداعمين والرعاة في تنظيم الدورة الثالثة للملتقى في الإمارة. وتم الإعلان عن استضافة إمارة عجمان لفعالية الدورة الرابعة لملتقى الإمارات للتخطيط تحت رعاية صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان. وقع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مع تولام وزير الأمن العام الفيتنامي اليوم في مقر الوزارة مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية ووزارة الأمن العام في جمهورية فيتنام الاشتراكية بشأن منع ومكافحة الجرائم بصورها وأشكالها المختلفة. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الأمن العام في فيتنام بما يتعلق بمكافحة أشكال الجرائم وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات الشرطية والتعاون في مجال التدريب بين الجانبين. وكان سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية التقى وزير الأمن العام الفيتنامي والوفد المرافق له، وتم بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية جانبا من أعمال ورشة عمل متخصصة ناقشت مبادرات تطويرية وصياغة السياسات العامة المتعلقة بفئة الأحداث في دولة الإمارات العربية المتحدة. شارك في الورشة 16 جهة حكومية محلية واتحادية، وتم تنظيمها بمبادرة من الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء ممثلة في قسم السياسات بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
استمع سموه إلى عدد من المشاركين حول المبادرات التي تعزز من الاهتمام بفئة الأحداث، ومن أبرزها تشكيل لجنة استراتيجية تضم مجموعة من اللجان على مستوى الجهات الحكومية والمعنية، وتوحيد برامج التوعية وإيجاد محاكم متخصصة بالأحداث، وتعزيز الشراكة والتعاون والعمل على توفير آليات لتبادل المعلومات والمبادرات بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بالأحداث. أشاد سموه بمشاركة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في الورشة وتعاونهم في الوصول إلى مقترحات ومبادرات تهتم بفئة الأحداث، لافتا سموه إلى حرص القيادة العليا على تحقيق النجاحات في كافة المجالات من خلال العمل كفريق واحد وبمبادرات مشتركة. قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أم الإمارات حفظها الله، قالت إن ما حققته المرأة في دولة الإمارات جاء بفضل حرص القيادة الرشيدة للدولة على تعزيز دور المرأة ونهوضها في المجالات كافة. جاء ذلك خلال استقبال سموها في قصر البحر اليوم معالي جابرييلا ماشيتي نائبة الرئيس الأرجنتيني التي تزور البلاد حاليا، حيث تبادلا الحديث حول مختلف القضايا التي تهم المرأة، بحثتا سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات النسائية في البلدين الصديقين. أطلعت سموها نائبة الرئيس الأرجنتيني على مسيرة التطور والنهضة التي حققتها المرأة في دولة الإمارات بفضل الدعم الذي حظيت به من مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ويسير على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية صباح اليوم انطلاق جدول أعمال قمة دبي البحرية 2016 من تنظيم سلطة مدينة دبي الملاحية. انبثقت عن القمة مجموعة من المخرجات المتمحورة حول تعزيز التعاون الدولي في مجال تشجيع الابتكار في التكنولوجيا البحرية والارتقاء بأطر التحكيم البحري والاستثمار في العنصر البشري القادر على دفع عجلة نمو القطاع البحري. حققت القمة نجاحا لافتا على صعيد تمتين قنوات التواصل المباشر بين رواد القطاع البحري في العالم، وسط إشادة واسعة بدورها المحوري كمنصة رائدة لمناقشة واقع ومستقبل صناعة الملاحة البحرية في العالم. كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الشركات الفائزة بالدورة الأولى، ثم قام سموه بالإعلان عن تغيير اسم أسبوع دبي البحري إلى أسبوع الإمارات البحري في خطوة سباقة لتعميم التجربة الناجحة في تعزيز تنافسية دبي كواحدة من أهم التجمعات البحرية الرائدة عالمياً. تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للسلامة المرورية، بدأت اليوم عمل الندوة الدولية للسلامة المرورية والتي تنظمها الجمعية حول إثر إنفاذ القانون والرقابة في السلامة المرورية، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للسلامة المرورية والمنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق ووزارة الداخلية. افتتح فعالية الندوة اللواء الركن خليفة حارب الخيلي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة في فندق الانتركونتيننتال في العاصمة أبوظبي، وذلك بمشاركة محلية ودولية واسعة. سيتم خلالها مناقشة موضوعات تعزيز الرقابة على الطرق وفعاليات التشريعات وأثر العقوبات للحد من المخالفات والوقاية والسلامة، وعرض لتجارب دولية متخصصة ووسائل تطبيق الاستراتيجيات التعليمية والبيئية والهندسية واستخدام برامج وتدابير تستهدف تعديل سلوكيات مستخدمي الطريق. كل سنة لازم نعمل شيء للمستخدمي الطريق لسلامتهم على الطرقات، فنحن نسعى إلى ما هو جديد في العالم أن نطبق في دولة الإمارات. يشترك تحت سقف واحد مجموعة من المتخصصين في مجال السلامة المرورية، وهذا دليل على أن جهود دولة الإمارات التي تبذل لتحقيق مؤشرات عالمية في السلامة المرورية
وفي حفظ الأمن سواء في دولة الإمارات أو على المستوى الإقليمي أو الدولي. فهذه جهود واضحة، ونحن في وزارة الداخلية تحت قيادة سيدي سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد نواصل ليلنا ونهارنا لتحقيق الأمن والاستقرار لمجتمعنا في دولة الإمارات. المرور بالنسبة لنا لا يمثل جريمة بقدر ما هو يمثل سلوكيات تؤثر على المجتمع وتفقد أعز ما يملك وهو الشباب الذين هم في الغالب هم ضحايا هذه الحوادث المرورية. من خلال هذا الاجتماع نقوم بتبادل التجارب المتميزة للتخفيف من الحوادث المرورية. لا نهدف من خلال العقوبات المرورية العقاب بذاته، إنما نهدف من خلال ذلك هو الحد من هذه الحوادث، وأيضا من جهة أخرى معاقبة من يستهتر بأرواح الناس وحياتهم. ما نطمح إليه من خلال مختلف فقرات هذا اللقاء الدولي العلمي هو كيفية ربما الوصول إلى الإذكاء أو الرفع من مستوى الرقيب الذاتي لدى مستعمل الطريق، لأنه كيفما كانت مستوى المخالفات وكيفما كانت الآليات المستعملة في تنفيذ الرقابة، يعني لو لم يكن هناك يعني انخراط كلي لمستعمل الطريق ربما سوف يكون دائما التعامل بشكل من 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 من, من التهاون مع المقتضيات القانونية المنظمة للسير والجولان. وبالتالي إذا كان هناك رقيب ذاتي فبالتالي يكون لدينا مواطن ومستعمل طريق مسؤول، يعني يتقاسم فضاء الطرق بشكل آمن ومتعايش مع باقي مكونات مستعمل الطريق. في الحقيقة المنظمة العربية للسلامة المرورية تسعى من خلال شبكة علاقاتها بأعضائها الموجودين في كل تقريبا الدول العربية باستثناء الدول العربية التي تشهد يعني أحداث، وتحاول أنها تجعل من الجمعيات الأهلية غير الحكومية طرف فاعل في معالجة النقائص السلامة المرورية في هذه البلدان وممارسة الضغط الإيجابي على الجهات الحكومية الرسمية للفت نظرها إلى النقائص السلامة المرورية وإلى عدم التقصير في القيام بالواجب تجاه مواطنيها وشعبها من أجل حماية الأرواح والممتلكات. دولة الإمارات العربية يحتذى بها أحدى 9 دول سنت قوانين صارمة ونجحت فعلا أن هي بتقلل من الحوادث. وضع الحزام بيقلل الوفيات للقاعدين في المقعد الأمامي وفي المقعد الخلفي، الخلفي بنسبة 75% الأمامي ب 50%. اللي راكب دراجة بخارية ومش حاطط الخوذة لو وقع من على الدراجة البخارية وهو على سرعة عالية بيموت أو بيصاب إصابات بالغة، لكن لو حاطط الخوذة بطريقة سليمة بتحمي حياته بنسبة 40%. وإلى آخر إغلاقات مؤشرات السوق المحلية لليوم. أما الآن نتابع وياكم درجة الحرارة العظمى والصغرى لليوم أيضا. نهاية النشرة، أشكركم لحسن المتابعة وبنلقاكم على خير بإذن الله.